بنروح طبعا لبداية حلقتنا. الكنز المجهول هو عرض مسرحي وهو نتاج البرنامج التدريبي المسرحي لناشئة واسط بالشارقة. سبحان الله، اليوم أنا والفنان محمد العامري كنا نتكلم عن هذا الموضوع قبل الهواء، وطبعا بإشراف من الفنان الإماراتي المسرحي مرعي الحليان. وقد حصدت المسرحية في مشاركتها بالمهرجان العربي لمسرح الشباب الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمملكة المغربية الشقيقة ضمن فعاليات الرباط عاصمة الشباب العربي، المركز الأول كأفضل تأليف مسرحي للقصة، وأيضا جائزة فريق الأمل الصاعد للشباب. بنتحدث أكثر عن العرض المسرحي الكنز المجهول من خلال طبعا ضيوفنا اللي شرفونا في الاستوديو، الأستاذ المخرج عدنان. احنا نقول سلوم ولا سلوم، شو رأيك؟ سلوم عنا، سلوم عندكم زين، نفس الشيء، هي عائلة بنقول سلوم. سلوم عدنان سلوم، رئيس شعبة المسرح والسينما في ناشئة الشارقة، مساك الله بالخير استاذي. يا مسمور. وطبعا ما بنقول ناشئ، هم ريايل ما شاء الله عليهم، مشعل الرباري، مرحبا يا مشعل. وايضا احمد الحمادي من مركز ناشئة واسط. في البداية مباركين، وما صرنا نستغرب ولا صرنا نتفاجأ لما حد من إمارة الشارقة يفوز، صار عندنا الأمر هذا من المسلمات، أمر طبيعي جدا. يعني الحمد لله. نعرف أن أنتم سايرين بتفوزون، الحمد لله. بس اللي ما نعرفه أنه بكم جائزة بتفوزون. فايزين فايزين إن شاء الله، لكن كم جائزة هذا اللي ما نعرفها. خبرنا عن الكنز المجهول، شو سالفته؟ علما هي كانت يعني الفوز الكنز المجهول هو كان نوع من المغامره. خلينا نحن نبدا من الاخر، لانه هي كان المجموعه اللي شاركت هي اصغر فئه عمريه، يعني تحت 18 سنه، وهي الفرق اللي في المهرجان من 18 الى 30 سنه يعني. طيب، فكانت هنا الفوز هو كان المفاجاه. طبعا الكنز المجهول هي مسرحيه من المسرحيات اللي كانت هي نتائج برنامج التدريب المسرحي في ناشئة الشارقة بشكل عام، اللي هي بتضم 8 أفرع في على امتداد إمارة الشارقة. والفريق اللي كان في الكنز المجهول هو فيك تعتبره منتخب. نعم. منتخب من عدة أفرع من الناشئة، ومثلوا الدولة أحسن تمثيل. طبعا هذا البرنامج، برنامج التدريب المسرحي اللي أنا حابب أركز عليها أكثر شيء، اللي أطلقناه في منذ سنوات، يعتمد على تعليم الناشئة أو تعريفهم، خلينا نقول تعريفهم أحسن وأصح، المسرح من الفكرة إلى النص ومن النص إلى العرض. وتم هو بالتعاون مع جمعية المسرحيين الإماراتيين وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح. نعم. واستضاف الكثير من الفنانين، أعضاء جمعية المسرحيين، الفنانين المحليين والفنانين العرب المقيمين هنا. نعم. وبعض الفنانين اللي كانوا ضيوف على الهيئة العربية للمسرح. وكانت هي النتائج اللي احنا عم نشوفها الآن. نحن بنتحدث عن الإعداد مثل هذا الجيل ومثل هذا النشأ لاحقا، ولكن أنا بروح للشباب اللي فازوا، يعني انكم تشاركون خارج الدوله بمسرحيه، وعلى الرغم ان المسرحيه هذه اصلا في البدايه هي لكاتب الماني، وتم يعني خلينا نقول معالجتها طبعا باشراف الاستاذ عدنان وايضا فناننا مرعي الحليان. يعني صار عندنا تحديين، اول شيء انتم برا البلاد، ثانيا انتم تتكلمون عن قصه لكاتبه المانيه وتمت معالجتها. ما ترددتوا في البدايه؟ ما يعني ما حسيت انه لا يعني برايه لا خلي في البلاد هني خيار، ولا هو في تردد؟ هي بسيط ترى هذا، بس نبغى نوهق احنا يعني وقفه استاذ عدنان السلوم والاداره ووقفه المخرج الكبير استاذي استاذ مرعي الحليان، ما يعني ما خلونا ان احنا يكون فينا ربكه ولا مني منك. لا، على طول حبينا نسافر، كان فينا حماس ان نعرض هناك، نشوف الوفود الاخرى اللي اكبر منا بخبره باكاديميه دارسين. الحمد لله توفقنا. يعني احمد، المغرب ما بلد سهل انك انت تسير له، وانك يعني اعذرني في الكلام هذا، انه اوكي انا جاي من الشارقه، انا بلد المسرح، يعني ناس احنا اصبحنا اماره المسرح، لا احنا بنغلبهم. المغرب قوي وايد، الفرق الثانيين ايضا قويه، المشاركات اللي تجينا من المغرب من كتاب ومن نقاد بلا شك ليش تهانبهم. كنت متاكد انك بترد بشيء، ولا تقول لا انا يكفيني شرف المشاركه برايه حتى لو ما يجيب جائزه؟ والله اول شيء نحن عرضنا يمكن تقريبا ثاني عرض ولا ثالث عرض، فكان في عروض بعد، كنا نشوف العروض كل يوم نخاف اكثر، نقول احنا خلاص ما بنحصل شيء، ما بنحصل شيء. تحس العروض اقوى عنكم؟ اي، لان عروضهم كبار وايد على مستوى، يعني مستوى فوق وايد، مو نفس مستوانا. تمام، مستوى فوق وايد في شو؟ في التمثيل،
يعني هم ناس دارسين تقريبا نص هناك دارسين مسرح اكاديمي الاشكال اكاديمي صحيح تمام. فكان عد ردد نحصل ما نحصل. فاخر يوم تفاجأنا يعني احنا حصلنا جائزتين فكلهم استغربوا يعني احنا كيف حصلنا جائزتين. بس هذا الشيء يعني خلانا احنا نبغى نشارك مره ثانيه نبغى نطلع برا نبغى نرفع اسم بلادنا فوق بعد زياده. نعم تفضل استاذ. وهو في الجائزه الثالثه انا بشوف هي كمان من الجوائز المهمه هي لما اختاروا من فريق ناشئه الشارقه يعني ناشئين اثنين حتى يكونوا بالفريق المسرحي العربي هم يوسف القصاب ويوسف المغني يعني تم اختيارهم يكونوا بفريق المسرحي العربي. واعتقد كمان هي تعتبر هي جائزه ثالثه. طبعا نحن حاولنا مع ناشئه الشارقه ومع اداره الناشئه وبالتعاون مع الهيئه العربيه للمسرح حاولنا هي موضوع السفرات او المشاركات يعني نعودهم عليها شوي كان لهم مشاركه في المهرجان اللي بتقيمه الهيئه العربيه للمسرح في دوره المغرب ودوره الكويت. وحقيقه احنا في دوره المغرب اطلقنا شعار غريب شوي وبعض الناس هو تفاجئوا في الشعار هذا كان هو مسرح الناشئه مستقبل المسرح في الشارقه. ومن محاسن صدف انه بعد سنه ونص تقريبا هم يتحصلون على جائزه في نفس الاسم يعني جائزه الامل. فهم حتى اصبح عندهم خبره في التعامل مع الفنانين في التعامل نعم. مع المسرح في النقد في اكتشاف بعض المصطلحات صحيح. في اكتشاف بعض المدارس في اليه المشاهده في كل هي تفاصيل العمليه المسرحيه. نحن طبعا في هذه الاثناء في التحضير الان اظن الشباب في الاستوديو يحضرون لاتصال مع الاستاذ مرعي الحليان اللي هو مخرج والمشرف على العمل ولكن الى ان يتحضر الاتصال. انتم ما تعدون شباب فقط يوقفون على المسرح، ايضا تعدون شباب يكونون خلف المسرح. تماما. خبرني عن هذا. هو برنامج التدريب المسرحي كما قلت لك هو كل التفاصيل العمليه المسرحيه يشتغل عليها، يعني انا في يعني كليب المسرح بالكامل. بالكامل وحتى يعني حتى يعني يعني في شيء ابعد من ذلك، انا لما بعرض اي مسرح او اي تجربه تحت الاختبار انا بدعو الناشئ الموجودين في كل الافرع للمشاهده، وهذا بدوره نوع اخر من الاعداد يعني، هذا الناشئ لما يجي انت يجاهد عندك ويشاهد ويتعلم المشاهد وتفتح معه نقاش حول العمل كمان هذا تدريب اخر للمشاهد حتى تكسب في المستقبل جمهور ذواق للمسرح. عندي خلف الكواليس مدراء خشبي، عندي خلف الكواليس في الاضاءه، عندي في الصوت، عندي في الكتابه، في الاخراج، في الان شغال عندي شباب في ناشئه خرفكان، في ناشئه كلباء، وفي ناشئه ضبع الحصن، شباب ناشئ يعني يقومون في العمليه المسرحيه ونحن نتابعهم عن بعد يعني بانتظار حتى يتوفر لنا فنان بصوت الفنان مرعي الحليان لمتابعتهم، لانه حيكون انا من الصعب لاني انا يعني ادير فنيا المراكز كلها، ممكن اداريا استطيع اما فنيا صعب، ممكن احنا ندخل من وقت حتى يكون يعني شغال وفعال البرنامج على مدار السنه. نحن يعني انا ما بقول ان نحن خلينا نقول مبادره فتيه في اعداد ناشئه مسرحيه واعداد جيل مسرحي قوي، ولكن نحن في اماره الشارقه بفضل طبعا توجيهات سيدي صاحب السمو الحاكم قاعدين نسوي جيل طيب طبعا جيل بالتأكيد. مسرحي طيب بالتاكيد. لكن انت كرجل مسرحي اي من الدول تعتبرها ان هي دوله مثاليه في هذا المجال يقتدى بها؟ هي شوف الان خلينا نكون احنا منطقيين شوي يعني كل دوله وعندها بعض الاستفهامات او بعض الاشكالات يعني. اما انت بتلاحظ مثل ما حكيت انت حضرتك من شوي في شيء مثلا في المغرب الى حد ما مختلف، في شيء في تونس كمان ممكن يضيف لنا ممكن يعني نستفاد منه. بالتاكيد هي المشاهده والمتابعه يضيف. احنا كنا في ولحد الان في صدر الحوار مع اداره ناشئه الشارقه لتأمين رحلة للناشئ المتميزين إلى أحد الأكاديميات المسرحية العربية من حيث المبدأ وعلى مثل ما بيقولوا على اللائحة أما المعهد العالي للفن المسرحي في تونس أو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في المغرب استعدادا لزيارة أخرى قد تكون زيارة عالمية باتجاه أكاديميات عالمية يعني على الأقل حتى هذا الناشئ يعرف هو أنه اللي عم يشتغلوا وين على أي مرتبة على أي درجة. وهي احتكاك وكان في تجربة في المغرب من سنتين والتجربة في شهر يناير في الكويت زاروا المعهد العالي للفن المسرحي في الكويت وكانوا ضيوف متدربين على المهرجان المسرح العربي
وقام بأكثر من فنان عربي بتدريبهم. وحاولنا نحن بالأساتذة المدربين يكونوا من عدة تيارات أو من عدة مدارس مختلفة، في من المغرب العربي، من بلاد الشام، من 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 منطقة الخليج، حتى يكون في هذا التعرف الكامل على الثقافة المسرحية. طيب نحن بنشوف طبعا هذا التقرير الخاص عن مشاركتكم في هذه التظاهرة الثقافية بطبعا مسرحية الكنز المجهول، وبرد إن شاء الله ندردش وياكم. نتابع. اهتمت القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشباب والنشء وتوفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتأهيلهم وتمكينهم في كافة المناحي ضمن فعاليات الرباط عاصمة الشباب العربي، وتحت شعار من أجل شباب متعايش ومبدع أقيم المهرجان العربي لمسرح الشباب في المغرب من تنظيم وزارة الشباب والرياضة بالمملكة المغربية الشقيقة في يوليو الماضي وبمشاركات مسرحية عربية متميزة. وقد حصد العرض المسرحي الإماراتي الكنز المجهول المركز الأول كأفضل تأليف مسرحي للقصة، وجائزة فريق الأمل الصاعد للشباب عن تمثيله لدولة الإمارات كفريق مسرحي لفرقة ناشئة الشارقة. طرقنا في الهيئة مبادرة سفراء الوطن، واللي من خلالها طبعا تم التعاون مع المؤسسات اللي هي المعنية بالشباب، وخاصة في إمارة الشارقة هنا بدعم كبير، التي تحظى بدعم كبير طبعا من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. تم ترشيح طبعا اللي هو إدارة مراكز الناشئة لما لديهم من مواهب في المسرح. حقيقة المشاركة كانت جدا متميزة، استطاعوا أبناء الإمارات من تحقيق إنجاز كبير حقيقة يضاف إلى الإنجازات. العرض المسرحي تم ترشيحه ودعمه من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإماراتية، وهو نتاج لبرنامج التدريب المسرحي لناشئة الشارقة بالتعاون مع جمعية المسرحيين والهيئة العربية للمسرح، والنص المسرحي من تأليف الكاتب الألماني بروتلد بروخت وإعداد المخرج عدنان سلوم وتدريب وإخراج الفنان مرع الحليان. الحمد لله رب العالمين، الشباب من قبل نحن هيئناهم بشكل مكثف، سواء من إدارة ناشئة الشارقة وسواء اجتماعنا بأمين الأمين العام في الهيئة العامة رعاية الشباب والرياضة ومساعد الأمين العام، أن يا شباب أنتم تمثلون الآن دولة الإمارات، لا ولا أحد فيكم يمثل نفسه، أنتم تمثلون بتمثيلكم في المسرح وبأدائكم وبكل ما تقدمون أنتم تمثلون دولة الإمارات، ويجب أن يكون تمثيل دولة الإمارات على قدر عالي جدا من الإمكانية، من الاحترام، من الأخلاق، من كذا. وأعتقد والله تعالى يعني يشهد ذلك أن نقلنا الصورة، الشباب نقلوا صورة طيبة جدا عن الإمارات. جاء تكريم فريق الناشئة من شارقة العلم والثقافة تتويجا واحتفاء بهم أول أمس بعد أن قدم الفريق عرضه المسرحي المميز، وذلك على خشبة معهد الشارقة للفنون المسرحية وبحضور جماهيري، والحفل بتنظيم الإدارة العامة للناشئة بالشارقة. مشاركتي في مسرحية الكنز المجهول من ناشئة الشارقة تجربة فريدة من نوعها. ليش؟ لأن أضافت لنا الكثير، تعرفنا على المدارس المسرحية والفنية الأخرى، المدرسة الفرنسية، المصرية، المغربية، تعرفنا على أساسيات العرض المسرحي شو تكون. طبعا في البداية تخوفنا من مواجهة أفرقة أكاديميين ومحترفين، فكان في تخوف شوية، بس الحمد لله قدرنا نتعدى هذا الخوف، وبالعكس الفوق الثاني كانوا يساعدوننا في نفس الوقت ويعطونا دافع ويشجعوننا بما أننا كنا صغار في هذا المهرجان. الكنز المجهول عرض مسرحي فيه رحلة مضنية للبحث عن الكنز المجهول، ليتخللها طرح العديد من التساؤلات ضمن قاعدة واستثناء غير منطقي، ولتبزغ الحقيقة لتضيء الطريق بتصحيح ومشاركة من النشأ نحو اكتشاف الإنسانية لكنزها المعلوم لتحقيق العدل الحق الإنسانية. هو الذي بدأ ومن حق الدفاع عن نفسي. حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم. ياسين نقرض في مرعي الحليان.
بس علشان الواحد يبري ذنب. إنزين نحن طبعا بنعيد مرة ثانية السؤال، ودائما عندنا في كل حلقة يكون فائز، لكن إن شاء الله بيكون عندنا فائزين اثنين إن شاء الله، وكل حد له نصيب إن شاء الله. برد إن شاء الله نقول السؤال: ما هو حساب إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تويتر؟ ما هو حساب إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تويتر؟ هل هو @health_sharjah @sharjah_health @healthysharjah؟ طبعا بتكون الإجابة من خلال التواصل وياكم، من خلال أيضا الاتصالات، وبنعلن عن أسماء الفائزين الاثنين في نهاية الحلقة. الرقم الآن تشوفونه على الشاشة من داخل الدولة ومن خارج الدولة. برد إن شاء الله لضيوفنا. أستاذ عدنان، الآن يمكن كنت أتكلم أنا وأستاذ محمد العامري قبل الهوى يمكن بدقائق، يقول لي محمد نحن أصبحنا في إمارة الشارجة برغم أن في دولة الإمارات بشكل عام عندنا الاختيارات كثيرة، عندنا المولات، عندنا المهرجانات، عندنا الـ 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 الأماكن الترفيهية كثيرة، ولكن أصبح في إمارة الشارقة تحديدا أصبح الطفل أو الناشئ، إحنا الناشئ نتكلم عليه من أي سنة؟ الناشئ بالنسبة للتصنيف الإداري في الشارقة من 12 إلى 18 سنة. جميل، قبل 12 سنة في مراكز الأطفال مختصة، قبل 12 فيه. سنة أصبح يقول لبو وديني المسرحية. صح صح. فأقول لمحمد كيف؟ قال لي لا، الولد أو البنت الصغيرة تقول ودوني المسرحية، ما بلا إنه ببلاش، ما بلا إنه في حد من عمره موجود يقدر يتفاعل وياه ويقدر يتكلم وياه ويجلس وياه، لا، صار الطفل يطلب الموضوع. صح. صار الطفل إنه بعد ما يطلع من المسرحية يناقش أبوه في السيارة. بلا شك. على الجانب الآخر كثير من الأطفال تشوفه يالس في السيت اللي وراه، هو السيت اللي يالس عليه واحد. صحيح. ولا يفتش حلجة بحرف، الشخص الوحيد اللي يكلمه البشكارة. صحيح. قبل نعم هو الشخص الوحيد اللي يكلمه البشكارة، ما يكلم حد. أصبح الآن الطفل يناقش أبوه. وصح، ويطالب في الذهاب إلى المسرح في. تمام. محمد يقول لي أصبح المسرح، محمد مسرحي وفاهم يعني، يقول لي أصبح المسرح معالج، معلم بلا شك، قدوة. الطفل اللي كان عنده عقد وانطوائي صار تقول صارت راديو تكلم. بدل ما نحن ما كنا نشوفه في البيت إلا بس هو سار المدرسة طول اليوم ملوع بشبوده ومجالسهم في الصالة يتكلم، هذا شيء طيب. ما عنده ربع صار عنده ربع. صحيح. ما يظهر أول يصار يظهر، يوم يجون الناس البيت مش انه يصير يتخشش يشرد، لا، يجابل الناس. صحيح. مشعل واحمد نتاج هذا الشيء؟ لا، مشعل واحمد وكل الناشئ اللي موجودين في الفريق المسرحي، اللي هو على فكره مش بس فريق الكنز المجهول، تقريبا احنا بالاحصائيات بالاحصائيات اللي عندنا تقريبا عندنا بحدود 50 ناشئ الان في المجال المسرحي. نحن كنا على البروشور قد عرفنا المسرح الناشئ بالنسبه لنا على الاقل انه هو وسيله ترفيهيه تساهم في التنميه الفكريه والاجتماعيه لجيل الناشئ والشباب. تمام. هو حقيقه هو مثل ما حكيت انت حضرتك مهم جدا، وحتى احنا كنا نفكر ابعد من ذلك مع بعض المؤسسات الاخرى لافتتاح عياده المعالجه المسرحيه. تفضل. اللي هي وعلى فكره في اهالي بداوا يعني بداوا يعني يفهموا هي الحكايه هي السالفه، انه الله يخليك اهتم لي بابني، الله يخليك اهتم لي ببنتي اكثر، ما تعرف تتعامل مع الاخر، ما تعرف تعبر اكثر، وبتم المعالجه. في احد المرات في احد المدارس اللي كنت انا ادرس فيها دراما وليت امر ما بعرفها بتقول مين هذا عدنان سلم بدي اشكره وعلم بنتي كيف تحكي، ولا بعرف ولا حتى ما كنت متذكر مين بنته، لانه هو المسرح يفرض هي يفرض هي الحاله، يفرض بلطافته مش عارف هيك صعب توصيف المسرح بانه هذا الناشئ او هذا الطفل يستطيع يعني يستطيع يعبر، يستطيع يتعامل، يستطيع انه يصير اجتماعي، يستطيع التخلص من الوحده، يستطيع التحاور، يستطيع الانطلاق. المسرح دائما كنت اقول له ان المسرح هي رحله حقيقيه، رحلة حقيقية في عالم الواقع. صحيح. مشعل وأحمد نحن سامحونا لضيق الوقت، ولكن هل ممكن أو تحسون في عماركم أنتوا تنينة أن ممكن أنتوا في يوم من الأيام تدورون بدل مرعي الحليان؟
ملع الحليان الحين شيبه خلاص ما ينفع لازم حضيره. لا هل ممكن انكم تكونون نسخه ثانيه من ملع الحليان، من عدنان سلوم، من محمد العامري، من احمد الانصاري؟ انا ما با انسى حد، ما با اظلم حد، كلهم اساتذه. هل تحس ان انت ممكن في يوم من الايام تكون قائد فريق، انك تطلع مسرحيه؟ نعم بس اذا اجتهدنا. لا اذا هذه ما بسمعها بتجتهد. ما بكيفك قسما عنك بتجتهد، خاطرك ناس تعبانين عليك بتجتهد. نجتهد ان شاء الله ونشوف وندرس. اذا كملنا الدراسه تحس انك انت الان بعد التجارب هذه وبعد تجربه المغرب تحديدا وبعد التعب اللي تعبوه عليكم في مراكز الناشئه في الشارجه، ان ممكن انت فعلا في يوم من الايام تقود فريق عمل؟ ان شاء الله. ليش احمد ما عندنا مشكله يا احمد، انت كنت زايق في المغرب يا ابو شهاب. لا وين زايق عادي. هو شوف قد يكون انا يعني هل يكون انا دائما في من خلال عملي في المسرح بكون متفائل دائما، خلينا نكون متفائل. هو نحن نقول ان شاء الله حيكونوا قادرين، لان هم الجيل المستقبل. صحيح. متمثلك انا عندي تجارب في افرو ثانيه بدات بعض الشباب يديروا مجموعه ويشتغلون. اذا استمروا في هذا الشغل، طالما هم ركبوا القطار، اذا استمروا في هذا الشغل، في هذا البحث، في هذه التنميه الفكريه، في انا اعتقد حيكونوا قادرين. ونحن من هذا الباب كانت اتفاقنا مع جمعيه المسرحيين انه اهلا ومرحبا في كل الفرق المسرحيه الموجوده في اماره الشارقه بالتعاون مع ناشئه الشارقه. في مرحله ما قبل ال 18 ساعدونا، ومرحله ما بعد ال 18 هذول زاد لكم للفرق المسرحيه، هم اللي بيساعدون. طبعا صح بالضبط. انا تشرفت وايد بلقائكم، والف مبروك لكم، ومزيد نبل اكثر ان شاء الله من الجوائز، ونبى نشوف فعلا نحن مسرحيين، ونبى تكون اماره الشارقه كما هي دائما معروفه، هي طوق النجاح لكل مثقف ومسرحي بلا شك في العالم العربي اذا ما كان في العالم اجمع. الاستاذ عدنان سلوم رئيس شعبه المسرح والسينما في ناشئه الشارقه، شكرا جزيلا لك. مشعل وبشهاب شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. نحن طبعا متواصلين وياكم، بناخذ اتصالاتنا على طول اجابه على السؤال اللي سالناه اليوم، ما هو حساب اداره التثقيف الصحي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسره في تويتر. من عندك يا حيدر؟ يوسف. مرحبا يوسف. هلا اخوي. مرحبا ابوي، كيف حالك؟ خير الحمد لله. ها بشر، شو الاجابه؟ الثانيه. ماشي ثانيه، قولي شو الاجابه اسمعها. @charger_help. متاكد؟ متاكد. ها اكيد اكيد. دخلت على الحساب؟ ايه دخلت على الحساب. زين بنشوف. زين مشكور يا يوسف. عطنا صفيه. مرحبا يا صفيه. عليكم. مرحبا ابوي. عليكم السلام. هلا صفيه. اهلين. عرفتي الاجابه؟ اي عرفت. شو هي اللي في النص؟ انا ما رتبتهم، انا مرات كنت اقولهم بدون ترتيب. شو هي؟ شارجة هيلث. لا بالبدايه @charger_health. لا قولي الحساب صح. @charger_ ايوه بس تمام. مشكور يا صفيه، برد ان شاء الله نخبرك. مرحبا يا خليفه. شريفه. مرحبا شريفه، سمعت خليفه يا حيدر. مرحبا يا شريفه. مرحبتين. مرحبا ابويا. ها شو الاجابه؟ @charger_health. ليش كلكم زاغين ومجاوبون؟ ما اعرف ازيغ انا شيء ما في السالفه. @charger_health. ها متاكده؟ نعم. يا شريفة زين. طب برد إن شاء الله بإذن الله ناخذ اتصالات أكثر وإجابات أكثر، أنا عندنا فائزين. نحن مرة ثانية نشكر ضيوفنا، جزاكم الله ألف خير، ومتواصلين وياكم إن شاء الله وبعد الفاصل.